ورجعنا لكم تاني يا جماعة الخير علشان ننهي معاكم الفيديو ونوصل او نوصل المعلومة كلها كاملة، لان طبعا انا جربت الحركة اللي انا اقول لكم عليها دي يعني قبل ما اقول لكم عليها، فقلت اشوف الاول قبل ما تنفع او ما تنفعش. طبعا يا جماعة دي حتة صنفرة، ماشي، حتة صنفرة مرمية بتلاقوها في الشارع، مرمية في اي حتة المكان يعني هيشتروها. اقول لكم ايه يعني عشان يعني ننجز، يعني مثلا ب2 جنيه بس هتوفر عليكم فلوس كتيرة جدا. ودي طبعا الكاوتشة بتاعتنا يا جماعة هنشيلها كده بالراحة، ماشي، عشان اقول لكم احنا هنعمل فيها ايه دلوقتي. طبعا دي يا جماعة كانت عندي قديمة بتعانة، فانا لما لقيت الموضوع ده نفع فانا حبيت ايه ان انا اعمل لها تدوير بقى او اجددها، اعمل لها كاوتشة يعني. طبعا الكاوتشة دي يا جماعة هي لو السليمة عندكم كل اللي انتوا بتطلعها زي ما انتوا شفتوني قبل كده في الفيديو، يعني دلوقتي انها طلعت معايا بسرعه لان هي اصلا كانت طريه. كل اللي انا هعمله يا جماعه بالصنفره كده اهو، وهمشي عشان طبعا انتوا شايفين هنا فيه شفه اهو، زي ما انتوا شايفين كده فيه شفه، احنا الشفه دي عايزين نشيلها. هنحاول ان احنا نصفرها كده اهو بالصنفره بطريقه دي هي عشان خاطر ايه تطلع معانا متساويه معانا كده اهو، بالراحه او بقوه علشان خاطر تمشي معانا بسرعه. تمام، اهي شايفين بدأت تتساوى معايا. تمام، انا هكمل كده ايه المساوية بتاعتها وارجع لكم ان شاء الله. شوفوا يا جماعة عشان تبقوا عارفين، طبعا انا طول ما هي فيها حتة اللي انتوا شايفينها ده هي اللي هي بتلمع ديتي، ماشي، زي ما انتوا شايفين الحتة بتلمع دي يعني تعرفوا ان لسه ما اتساوتش، لازم كلها تبقى مطفية، مفيش فيها اي حتة. شايف الحتة بتلمع دي، انا هفضل اصنفر فيها لغاية لما ما عدتش الاقي لها اي اثر، تبقى كلها مطفيه معايا كده. يبقى انا ايه، هيبقى انا كده سويتها خالص، مفيش فيها اي إيه اي حاجه إيه ممكن تعيق ان هي تنزل ميه، تعمل تخليها تسقط ميه تاني يعني اهو. وطبعا زي ما انتم شايفين انا والله ما وقفتش حاجه كتير، يعني كل الموضوع معايا ممكن ياخد معايا دقيقه ولا نص ولا حاجه اهو كده يا جماعه. شوفوا ما حدش الا حاجه بسيطه، الحاجه البسيطه الداخليه دي يعني انا ممكن اشيلها واسيبها، بس عادي يعني انا برضه هعملها قدامكم عشان تبقوا عارفين ايه اللي ممكن يتعمل يعني. طبعا حتة الصفار اللي معايا ده اصلا حته قديمه يعني تلمه، هي لو كانت حاميه كانت خلصتنا بسرعه يعني، عشان تبقى عارفين برضه الوضع ازاي. هي يا جماعه تعتبر كده خلص، ما عادش الا نقطه بسيطه خلاص يعني، فخلاص كده هي اصلا كده كده انا هرميها لان هي شقت وهي قديمه. شوف بقى عشان تعرف الفرق بين دي ودي، شايف القديمه عامله ازاي، شايفين اللمعه دي، احنا عايزينها تبقى زي دي لما انا صنفرها عشان تبقى متساويه، ماشي، والله العظيم تشتغل يعني. ان شاء الله انا برضو هحاول كده اجربها واشوفها تشتغل، لان انا بشيلها حسيت ان هي اتكسرت مني بس عادي، لان هي مكان الشفه هي دي اللي هتقفل عليها، مش فيها اي حاجه وانا سويتها. تمام، كل اللي انا هعمله بقى زي ما انا قلت لكم ان احنا ايه هنصينها، ندي لها حته شحن، نفتح دي كده. طبعا هي اصلا الايه تقيله معايا كمان، هي ايه من زمان متعان المفتاح بتاع الحنفيه دي، هنحطه يا جماعه كده اهو، هنحط شحم هنا معايا. تمام، علشان خاطر يبقى ايه تبقى الحنفيه معايا ناعمه لسبب الشحم يعني، تبقى الحنفيه معايا ناعمه وانا ايه وانا بقفل وانا بفتح، ما تبقاش تقيله معايا. تمام، وهرجع بقى اقفل كده. طبعا انتوا لحضراتكم لو عندكم زيت يبقى نقطه زيت هنا اهوت من فوق، هتلاقيها بقى هتلاقي زي الطاقه دلوقتي. انا عندي الزيت برضه هروح اجيبه دلوقتي وايه واحطه عليه زيت عشان اوريه لكم برضه ايه، ونبقى خلصنا كل حاجه مع بعض. هذا الزيت يا جماعه هو انا طبعا ديت زيت موتور عادي بتاع العربيات او الموتوسيكلات او اي حاجه، انا الانبوبه دي انا جبتها ومليتها عندي، تبقى موجوده عندي ايه في اي وقت استعملها. احط نقطه زيت هنا يا جماعه، ماشي، من فوق كده علشان خاطر تلين معايا ايه المحمس بتاعي ويبقى ايه زي الفل. تمام، اه شايفين ما شاء الله، والله العظيم نايم معانا خالص ما شاء الله، شايفين؟ تمام زي الفل، ماشي. واركب بقى ايه الحنفيه بتاعتنا اللي احنا عملناها، نظبط كده الدنيا، نقطه ايه شحم عليها من فوق عشان تخش معانا بسهوله. طبعا دي الجنب اللي احنا عاملينه اهو اللي احنا عاملينه، وده التاني اللي احنا ما صنفرناهوش، خلي الجوه ده نضغط عليها كده ايه هي بتخش كبس. تمام، وكده يا جماعة الخير يبقى احنا وفرنا على نفسنا قلب النهاردة يسوى 30 جنيه. تمام،
بيفتح بقى، بيفتح وبسهوله، بيقفل اهو بسهوله خالص بسهوله، وانا شحمته وبقى زي العسل اهو. تمام، اي شفار بقى يا جماعه من الحاجات اللي انت شايفينها ديتي نشيلها على طول ما نسيبهاش. تمام، ده اول حاجه بالنسبه لصيانه الحاجات. لو انتوا عندكم قلوب يا جماعه من دهي متعانه لسه ما بعتهاش للراجل بتاع الربابيكيا اللي زمانيا هو او انتوا رمتهم يعني عامه دي او دي، طبعا ده المسمار زي ما انتوا شايفين اهو. نشوف انا كنت مع اني مشحمه عامل ازاي، ده طبعا ده انا هرميه في الزباله لان شايفين اصل حاطط الراس بتاعه، يعني مستحيل ان انتوا تعرفوا، حتى الراجل اللي عامله يعامله عشان خاطر احنا ما عندناش نعرف اللي فيكم شغل يعني، الله المستعان. تمام، ده كده احنا خلصنا منه. نيجي بقى ايه للموضوع الثاني يا جماعه اللي انا قلت لكم عليه. طبعا ده يا جماعه حته كاوتش، الكاوتش ده هي يعني بتترمى على الارض تلاقوها في اي حته، بس يا ريت نختارها تخينه شويه، دي طبعا رؤيه معايا بس انا عايز اوصل لكم المعلومه بس. تمام تمام، بالنسبه يا جماعه احنا دلوقتي عايزين مثلا نعمل جلده لدي، دي ملهاش جلد اصلا ماشي، دي اصلا كانت عندي مرمي بايظ خالص ومركون اهو، حتى شايفين عليه الملح هون ومصدي. تمام، عايزين نعمل له جلده. طب نعملها ازاي بقى؟ هي نفس الجلده دي يعني، هي دي ماشي. فكل اللي انا هعمله ان كانت عندي او مش عندي، تمام، ان كانت عندي وهي موجوده عايز اعمل لها جلده، كل اللي انا هعمله هجيب لي ده يعني نقطه ميه ماشي، واروح جاي على الكاوتش ده اهي. تمام، واروح عامل حظ كده زي الفل. شايفين المنظر بقى عامل ازاي قدامكم؟ بقت عامله دايره قدامها هيتي، اروح جايب المقص بتاعي بكل بساطه داخل عليه ده. والله العظيم الشغل ده بتاع زمان، اللي احنا كنا وابونا واهلنا واجدادنا كانوا بيعملوه في الحنفيات بتاعه زمان، اللي هي النحاس، الناس الكبار اللي هم معديين ال 65 سنه اكيد عارفين الكلام اللي انا بتكلم عنه. تمام، اهو بكل سهوله، ولا عايز حد يا عم يعمل لي حاجه، ومتشكرين للناس اللي هم قاعدين ايه يحرقوا في دمنا ويبوظوا لنا ويخلينا جايبين لنا حاجات عشان تبوظ مننا. لا يا عم ما عندناش عايزين منكم حاجه، احنا ان شاء الله هنشغل وهنشغل دماغنا والله غنى عنكم. ايه يا جماعه الخير، شايفين بكل بساطه. طبعا لو هي رؤيه زي ما انا عامل كده مفيش اي مشكله، هعمل كمان واحده علشان خاطر ايه يبقى احط اتنين فوق بعض واحط تلاته فوق بعض، مفيش اي مشكله مش هتزعلني في حاجه. تمام، يعني انا ما لقيتش كاوتش تخين هعملها يا عم تلاته فوق بعض وهيتركبهم وان شاء الله هيتعملوا وهيمنعوا الميه وهيبقوا زي الفل وهشحن. بس اهم حاجه مع جماعه برضو بعد اذنكم، اللي يعمل الموضوع ده لازم يشحم، لازم يشحم زي ما انا قلت كده، لازم يشحم الترس بتاعه بتاع المحبس اللي احنا قلت لكم عليه في اول الفيديو، علشان خاطر يبقى المحبس معاكم يعيش معاكم مده اطول، لان تخلي بالكم اول ما بنقعد نقرص على البتاع ده بيقوم يبوظ السن. يعني انا عايزكم اول ما تحسوا ان الحنفيه بتاعتكم شرط ميه اعملوا الحركه دي على طول، ما تستنوش لما تقعدوا تقرطوا فيها تبوظوا السن بتاع الحلزون اللي هو انا وريته لكم اللي انا شحمته. تمام، لان انتوا لو بوظتوا الحلزون ديوني ما عدناش هنعرف ايه نعمل بقى اللي احنا بنعمله ده، ملوش لازمه لان كده السن باظ ما عادش هيطلع ولا ينزل معانا. تمام، اهي انا كده عملت واحده وانا عملت الثانيه اهي يا جماعه الخير. حلو كلام، حلو كلام. تعالى بقى عايزين نعمل خرم الجوان اللي احنا هندخله هنا. هنعمل ايه؟ هنروح ماسكين دي قاسمينها بالنص كده، واسمنها على تلات ارباع على اربع ارباع زي ما انتوا شايفين. استنى امسح ايديا، اصل ايه الشحم بيزفلط ايديا من ال اهي يا جماعه ماشي. هنقسمها بالنص كده ونقسمها على اربعه بعد كده، يعني نخليها على ربع زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه الخير. وهروح ماسكها كده اهو، واروح البوز بتاعها ده اهو بس يا جماعه اللي انا قفلته اهو، هروح جاي عليه البوز الرفيع برفيع على بص على اقل حاجه كده اهو، واروح قاطع. تمام، اهي يا جماعه شايفين. تعالى بقى نشوف احنا هنركبها ازاي كده اهو. هروح حاططها طول طبعا. ايه لازم يا جماعه زي ما قلت لكم تختاروا الجنب الاملس، لان فينا ممكن يكون فيها ايه قطع ولا مش قطع، يعني في حاجه مزركشه ولا حاجه، نخلي دايما الاملس ناحيه ايه القفل علشان لما يجي يقفل يقفل معانا كويس. اهو يا جماعه نزلت معانا اهي. تمام تمام، انتوا شايفين في زياده اهو بكل بساطة، بكل بساطة وهي معمولة كده اهو، هروح عامل ماشي عليها كده اهو بالراحة بالراحة. تمام، اشيل الزيادات زي الفل زي العسل.
ولا عايز 10 ولا عايز 20 ولا غير بلف ولا غير قلب. يا جماعة الخير، تمام، عملنا الجدل الاولانية. طبعا انتوا شايفين في فرق كبير، هنمليه مفيش عندنا اي مشكلة، احنا طالما احنا عرفنا الطريق نعمله. دي واحدة كمان اهيتي، انا اللي انا البايظة دي انا هخليها فين؟ هخليها تحت خالص بعيد عن القفل اهي، الاولانية، وادي التانية، تمام، واعمل كمان التالتة اللي هي معانا دياتي. طبعا ده لو الكاوتش بتاعنا زي ما احنا قلنا رقيق، لكن هو لو حضراتكم معاكم الكاوتش تخين ماشي، من اللي هو بتاع العربيات النقل، هيجي معاك، ممكن يجي معاكم من اول مرة يجيب المسافة بتاعتكم على طول. اهو وهقطع كده ايه الجزء بالراحة، تمام، اهو خرم صغير اهوني، مش عايز انا اكبر من كده. ونروح مركبينه في مكانه يا جماعة، انا مش عايز اقطع الفيديو ولا عايز اجريه علشان خاطر معلش الناس تستفيد، الناس فعلا المحتاجة والله العظيم. معلش احنا النهاردة الايام بقت صعبة جدا، والراجل رب الاسرة الله 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 يكون في عونه والله بجد. وانا بقول للقوارير رفقا، احنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رفقا بالقوارير، احنا بنقول رفقا بالرجال يا حريم. الناس والله العظيم ما عادت، والله الرجاله بالله ما عادت ماشيه بتكلم نفسها من قله الفلوس، الفلوس موجوده وما عادش بتجيب اي سعر، ما عادش بتجيب اي حاجه في الدنيا يا جماعه. اهو يا جماعه الخير انا عملت وشغلت محبس بتاعي ماشي، وهحط له نقطه زيت. ده طبعا والله انا بقول لكم انا كان مرمي عندي في العده بتاعتي، انا كنت على اساس ان انا ايه بحوشهم، قال ايه زي والله ده انا كنت بعت شويه كتار، بعتهم للراجل بتاع الخرده، اخدوا مني كيلو النحاس ب 13 جنيه، متخيلين بقى الهبل اللي الواحد فيه. يلا بقى الله يسهل، ما هو الواحد بقى بيتعلم يا جماعه. ومعلش انا حبيت ان انا طالما الواحد عارف حاجه يبقى حرام عليا انني يعني ما قلتهاش للناس، يبقى حرام عليا، لان ده علم والمفروض الواحد لما يعرف علم يقوله للناس يستفيدوا بيه. تمام، انا احط نقطه زيت كده برده معايا، حجم برده الزيت برده كويس، بس الشحم ميزته ان بيعيش يا جماعه فتره اكتر من الزيت، لان الزيت طبعا انتوا عارفين ان هو ممكن ينشف او يتسرب، يعني ممكن ان هو يمشي ايه يمشي اه يعني بيتحرك بسرعه. اهو شايفين بقى بسرعه، شفتوا السرعه، ولا كانه واحد جديد يا جماعه ماشي، واللمعه رجعت له تاني اهيتي، وبقت حاجه بدل ما كانت مرميه زي ما انتم شايفينه، كنتوا شايفينه في اول الفيديو، شافوا عامل ازاي، شايفين السرعه بتاعته بقت عامله ازاي اهو. وكده يا جماعه الخير يبقى انا وفيت واوفيت وما عادش حجه لاي حد، القديم صلحناه واللي ما كانلوش كاوتشه عملنا له كاوتشه. جزاك الله خيرا يا ام حمزه. ام حمزه النهارده بتعمل لكم حاجه، بس انا برضه مش هقول، مش هحرق الفيلم. عيانه هي عندها برد والله، الناس ادولها امبارح كانت في المسجد بتصلي التراويح والناس بهدلوها بسبب المراوح، مشغلين المروحة على الاخر، جات لي تعبانه خالص، اخدت دور برد رهيب عليها. طيب تاخد برد، دور البرد بتهدم مني. يلا شفاها الله وعافاها. وكده يا جماعه الخير يبقى انا خلصت معاكم الفيديو بتاعي، وان عجبكم يا جماعه الفيديو بتاعي ما تنسلوش من دعاكم الخالص عن ظهر الغيب، وده طبعا اللي انا يا جماعه بقوله، يعني اللي بتمناه منكم مش اكتر من كده والله، ان انتوا تدعوا لنا كده بظهر الغيب دعوه صالحه، وتكونوا كده ايه في طهاره في تقرب الى الله، تفتكرونا كده ان احنا يعني ان انتوا استفدتوا من الفيديوهات بتاعتنا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبكم في الله.